السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت سيزون 2 تشابتر 2، وأخيرا نزل السوزن بعد انتظار طويل دام كثيرا. صراحة أنا انطباعي الأول راح أحكي لكم إياه بكل صراحة بهذا الفيديو، شوية هيك انطباعات عن السوزن. طبعا أنا كنت مثل ما وعدتكم، قلت لكم راح أعمل بث مباشر إيش راح يصير، إيش في شغلات جديدة، إيش في شغلات حلوة بالسوزن، راح أحكي لكم إياها على البث المباشر. وكنت محتار بين يوتيوب وفيسبوك، وصوتوا أنتم على يوتيوب بس، ولكن اليوتيوب كان كتير عليه مشاكل وما عم بقدر اوصل لكم جودة البث جدا عالية، بس ولكن على الفيسبوك كانت جودة البث جدا عالية. وعلى كل حال ما كان في عدد جدا كبير، بس على كل حال اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، ونورتوا القناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طبعا كان اذا تحب تشوف البثوث القادمة ان شاء الله تعال على الفيسبوك، صفحتي رابط صفحتي تحت بس صندوق الوصف، تقدر تعمل لي لايك وتعمل لي متابعة، وهني كل ما اعمل البث بتجي حي الله بيك. المهم طبعا في نقطة جدا مهمة راح لكم عليها كمان، القى الفيديوهات كلها برفعها على اليوتيوب، برد برفعها على الانستغرام وعلى الفيسبوك. يعني اذا ما بدك تتابعنا على يوتيوب ممكن تتابعنا على فيسبوك على راحتك، يعني هون قناه وهون قناه نفس الشيء، ما في مفارق جدا كبير بيناتهم. المهم على كل حال حي الله بيكم واهلا وسهلا فيكم بالسوزن هاد، وخلينا نبلش نحكي لكم ايش الشغلات الموجوده فيه وجدا خرافيه. طبعا في ناس كثير نزلت على البتل باس، وانا كنت انزل لكم على البتل باس بس، ولكن شفت الكم يعني مثل ما يقول الناس كلها نزلت على البتل باس فما شفته انه حلو ننزل لكم عنه. هاي شغله. الشغله الثانيه انا شفتها يعني اللي صابتني مثل ما يقول نكسه خلال اليومين الماضيات، وانا كل ما بدي انزل فيديو بردد ردد يا الله السوزن رح يكون جدا طويل. مثل ما شفتوا اعلنوا 126 يوم هذا السوزن، يعني السماح حكوا انه في عندك بكره اوفر تايم، ولا حكوا شيء ابدا، بس السوزن بدون ما تمديد من دون شيء 126 يوم، يعني 4 اشهر ونص، يعني مو رح نمل منه، رح نطفر منه هالسوزن. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كنت أنا حابب كمان أو نوه عليها، في شغلات خرافية جدا بالسوزن ضافوها، شغلات جميلة جدا مثل البوتات اللي نزلوها، في بوتات محترفة جدا يعني إنه الدمجك ما مثل الأول كان البوت وبيتحرك يمين شمال، وفي إضافات جدا جميلة نزلوها صراحة تستحق إنه تعمل عليها لايك وبس، ولكن طول السوزن يعني ممل جدا، يعني 4 اشهر ونص، وبكره الله يعلم اذا مددوه ولا مدوا اكثر. المهم على كل حال ما راح نحكي كثير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله كثير، ونحكي لكم عن كثير شغلات. هلا انا عم بحاول استكشف ايش في شغلات اضافيه، ايش في ممرات سريه، في مثل ممر التواليتات الموجود محل ما انتم شايفين بالمدينه انا فيها، هي بيوصلك للبحيره الكسوله، عباره عن تواليتين تدخل فيهم مباشره جنب بعض، تدخل فيهم بينا لك مباشره على البحيره الكسوله. عم بحاول استكشف المواضيع هاي لانه ما نزلوا عنها ولا حكوا عنها ولا حكوا وين تفاصيلها وصارت طريقه الانتقال السريع وممكن نبحث عليها. المهم بحاول ادور لكم عليها، بدور لكم ايش في نكشات كمان ان شاء الله بكره الفيديو الجاي او اللي بعده انزل لكم عنها كلياتها. هلا استمتعوا بالمشاهده بالفي جيم بلاي، يعني جبنا فيه لقطات جدا جميله، وبتعرفوا لانه سوزن جديد فالسيرفر الاوروبي صاير الفوز فيه من مو المستحيل، من الصعب من سبع المستحيلات صاير الفوز فيه، نص التوب 2 توب 3 وبالاخير نخبز خبز بالشرق الاوسط، ايزي ايزي فوز ايزي ايزي. المهم استمتعوا بالمشاهده، خصوصا انتم كليتكم من الشرق الاوسط ومن سيرفر الشرق الاوسط، حيا الله بيكم واهلا وسهلا فيكم ومشاهده ممتعه لنهايه الفيديو. ولا تنسى اهم شيء اللايك والاشتراك، وطبعا اذا تحب كمان تابعنا على الفيسبوك على البث المباشر، هاي الفيديوهات كلها من بث مباشر موجوده على الفيسبوك تقدر تشيك عليها وتجي. اهلا وسهلا فيك كمان، ميت السلامه ومشاهده ممتعه لنهايه الجيم. يلا موت، تعال 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 وين مالي تركب، تعال يا مشكلة ما ضل عندي هيل. صعب صعب، وين صاحبه؟ نزم صعبه يا شيخ. روح 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 جاي وراك، روح. اوف ضربني ابن الذين، ان عنس سفيلك. الله اذا تكرش على الفار قلته قلته ما بس فيها ثاني. سكر وراك سكر وراك سكر وراك. زين 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 وينه؟ ابيض ابيض ابيض. يا حرام حطيت له البوت بطل يعرف اللاعب من البوت.
صار يدمج كل بعد ما يجي. هذا يسارنا اوف 150 اتاك. هاد لون لا لا اللي قدامي على الدبليو. شو قاعد يساوي؟ خذ اقول لك يا قنابل. وانا بكسر لا لا دوترهم دوترهم مالي ضل مالي بقتلهم. لاني لسه في اربعه لسه في واحد كمان. معلم على هذا الشباك شمام اضرب بس وصلت القذيفه اضرب انت الفاضي. تمام اعطيني قوزف اللي عندك حاج حاج اعطيني قوزف اللي عندك حاج حاج عليهم بالقنابل بس خلينا نمهد بالقنابل. انت وين رحتي؟ هاني تحت 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 تحت. اي خلصني يا زلمه. وينو؟ رحش طاري كانت هاش معه. وينو؟ اي اي هوني هو بقى. خليني اكسر اشوف. ها اجي اجي قرب قرب علينا. وينو؟ ما بعرف سوى بالارض هو قريب منا جدا. نو 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 اي اي وين رايح؟ هناك هناك. وين راح اختفى؟ ضل واحد. ضلوا اثنين اثنين. اي في واحد في عندهم شجرة. اسمع ايوه. خلص. زين حبيبي يلا. هو تحت تحت ورا السجارة ورا السجارة قصي ورا السجارة. هاي 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 ورا السجارة هاي شايفها. اضربها سنايبر وانا بجيبها. جمش واحد قتلت واحد ضل واحد ضل واحد. يلا نزيل نزيل عليه نزيل عليه. تعال 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 مسحب. كسر شجر. كسر كسر اللي بدك بس خليني اشوف هالمجنون. زين 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 قصي زين. ايه وبعدين معك. انا راح انزل اكسر عليه لانه عن سنسفيله هالمره. بس دقيقه دقيقه. باي بيدي. يا عم سفسفيله يا زلمه لسه. اطلع 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 اطلع. وين وين مات وين نزل النوك؟ اي عندي مالي شايفك يا زلمه. اطلع 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 انزل. لا قصه يقول له باي باي. بتات والله الله بتات. انا بوت انا بوت انا انا بوت انا والله بعرف هذه بوت والله والله. لو بي سي من انفي يا
الله خرست وخرز. مين سرق القلب؟ يلا يلا سنايبر، انا معي سنايبر، كل واحد بسنايبر. هذا هو 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 عندي 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 تعلق لك بعد بالميني جان في راسه، والله العظيم ما نزلته. نزلها جم علي. ايش بدك يعني عمل معه؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.